مشاهدين، أكيد الشباب دائما مميزين في مجالات مختلفة ومبدعين في مجالاتهم. أكيد اليوم راح يكون معنا الكابتن مناير سالمين، وبنتعرف أكثر عن لعبة الكاراتيه وتدريبها لهذه اللعبة. حياك الله مناير. الله يحييك. مناير، في البداية بنتكلم يعني أول شيء قبل أن ندش في تفاصيل لعبة الكاراتيه، اليوم المجتمع مع هذا التطور اللي إحنا فيه، هل لا زال في قلة من الناس ما تتقبل أن البنت تلعب كاراتيه؟ أكيد في، بس يعني حبيت أقول إن أنا مو توني مبلشة كاراتيه، بلشت حلو، قبل 20 سنة. يعني ما شاء الله. صار لي 20 سنة، من كان عمري 9 سنوات بلشت. وفي بدايتي أنا حسيت إن يمكن الناس قاعد يشوفون هذه اللعبة حق الشباب، بس أنا حابة أغير هالشيء. وعقب ما بلشت حسيت إنه وايد من الأندية، لا، في دعم حلو. من الأندية، في دعم من المجتمع، وفي من الأهل، وحتى الاتحاد كانوا طالبين مني إني أمثل الديرة ممتاز، وأطلع بطولات برا الكويت. حلو، فهذا الشيء وايد قاعد يتغير. اكيد. يعني المجتمع الحين ب 2018 اكيد تقبل بان البنت أكيد إيه. تمارس هذه الرياضه، اكيد وفق الشروط اللي كلنا نتفق عليها. لكن خلينا نتكلم تحديدا عن الرياضه اللي انت تمارسينها اليوم او تدربينها تحديدا. شنو اللعبه بالضبط؟ كاراتيه. كاراتيه. في لها نوع معين داخل؟ شوتوكان. مره ثانيه، شوتوكان. شوتوكان. خلينا شوتوكان نتكلم عن هذه كاراتيه. الرياضه او هذه أوكي. اللعبه، كلميني عنها. اللي قوانينها أسسها، مختلفه عن الكاراتيه يعني؟ قصدك اللي أسسها اسمه ايه، جيشين فونوكوشي، واحد ياباني أعتقد في عام 1948 إذا أنا مو غلطانة. وهذه أكثر لعبة كاراتيه اللي مشهورة بالعالم، حلو، أكثر لاعبين هم لاعبين شوتوكان، اللي ممتاز، بعدها لاعبين الكيوكوشن. هم وايد ناس بالكويت يلعبون الكيوكوشن كاراتيه، حلو، وهني بالكويت في كذا نادي اللي يدربون كاراتيه شوتوكان. بس أنا أول مدربة فيميل اللي فتحت نادي بس حق البنات حق الكاراتيه الشوتوكان. ممتاز. بالنسبة للأعمار اليوم لهذه اللعبة تحديدا، ممكن الكبار يلعبونها ولا لازم تأسيس من هذا الصغر؟ هو، انا دائما وايد ناس يقولون انا كني كبيره وايد، كنا ما اقدر الحين ادش هالمجال. اقول لهم ما له علاقه، يعني هذا فن حلو، عالمي، اي كان يقدر يتكيف عليها، لو صغير ولا كبير، لو بنت او ريال. هذه عادي، اللعبه وايد حلوه، ومو بس حق الجسم، حق الذهن، حق تريح البال. يعني الناس حاطين ببالهم ان الكاراتيه بس العنف، ما بالضبط، يدرون كل البنفيتس من اللعبه حق الجسم وحق العقل. اوكي. اذا بنتكلم اليوم عن جزئيه اختيارك لهذه الرياضه، انت قلت ان انت قبل 20 سنه يعني دخلتي بهذا المجال، ايش معنى الكاراتيه؟ معنى كان في مجالات وايده موجوده. اي لا، انا جربت كل شيء. طبعا اهلي ما يحبون واحدة تقعد بالبيت وما تسوي شيء، حلو، فكانوا وايد يعني جابوا لي جيتار، دخلوني سباحه وباسكت، يعني مارست بكذا لعبه. بس حبيت الكاراتيه، وايد حبيتها. وانا اشوف اصلا انه كل الناس، العيال الحريم الصغار الكبار، لازم عندهم اساسيات الدفاع عن النفس. ممتاز. انا احس انه فانت لقيتي نفسك بالكاراتيه اكثر. اي زين، تذكرين اول بطوله لك؟ أول بطولة ما أذكر أي سنة، بس كانت بطولة محلية وخذيت فيها ذهبية وبرونزية. ممتاز، يعني أي هذه اول بطوله لك. أي لكن بنطلع شوي من اطار البطولات والتحديات اللي واجهتيها. اليوم دائما لاعب الفنون القتاليه احيانا بحاجه الى هذه القوه اللي عنده او المهاره اللي عنده، يدافع عن نفسه برا باي مواجهه ممكن تصير. هل صار معك هذا الموقف؟ دافعتي عن نفسك برا؟ لا شكرا، الحمد لله، لا ما صار شيء، يعني ان انا احتجت اني ادافع عن نفسي. بس اللي انا احبه لو يصير شيء تقدرين تدافعين عن اقدر نفسك. هذا اهم شيء. يعني في وايد ناس الحين مثلا اللي يشتركون عندي، بنات اللي السنه الجايه بيتخرجون يدرسون برا، صح، فاهاليهم يخافون عليهم. فهذا الشيء مجال وايد حلو، مو بس حق البنات، حق كل الناس، ان يتعلمون شلون يدافعون عن نفسهم. مفروض يعني الكل صح. يعرف. يعني يمكن تكلمت عن جزئية مهمة، اليوم البنات خاصة يدرسون برا، اي يعني واحد ما يدري شنو الظروف اللي ممكن تواجههم. صح فالبنت إذا عندها الأساسيات في الفنون القتالية تساعدها وايد على الأقل إن هي تنحاش من هذا الموقف اللي بالضبط، قاعد يصير من غير معها. هاش، من غير شيء، بالضبط، لا احنا ما تدافع نبيها. عن نفسها وبس. صح، اي هذا الجانب جدا مهم. لكن احنا مجهزين تقرير لك ولمشاهدينا، نشوفه مع بعض ونرجع نتكلم. اكيد. الشوتوكان هو أقوى الفنون القتالية، وهو من أنواع الكاراتيه، وهو النوع الأكثر انتشارا في العالم. المؤسس جيشن فوناكوشي. المميزات: دمج جميع الألعاب الصينية والأوكيناوية، الضربات المتفجرة، أي أن أستطيع أن أضربك في نقطة معينة فيتخدر العضو الذي ضربتك فيه، تجميع الطاقة في منطقة واحدة، أستطيع أن أجمع هذه الطاقة في قدمي فأكسر حائط غرفة خشبية.
لوي المفاصل وكسر العظام مثل الأيكيدو. وما يتميز به لاعب شوتوكان أنهم مخلصون للعبتهم أكثر من لاعب باقي الرياضات، والدليل أن لاعبوه ذهبوا إلى مناطق واسعة من الأرض لنشره، وهو يمثل كونغ فو في القوة، هذا إن لم يطغى عليها. وما يتميز به أيضا أنه كثير الصرخات ساكيا، والأجمل أنه يمارس من الجنسين. ما شاء الله، يعني شفنا معكم مشاهدينا المستوى اللي وصلت له اكيد اليوم ضيفتنا من خلال الحزام الاسود والليفل الرابع. طبعا احنا قلنا ان في 10 مراحل للحزام الاسود، انت ما شاء الله واصله الرابع. اختيار من الرابع وبعدين تصيرين الخامس مبني على شنو؟ شلون تصيرين الخامس مثلا؟ هم يحددون على حسب في سيلبس اللي لازم، يعني مو بالبطوله قصدي بالاختبار، يختبروني على كاتات اللي هم اساسيات لازم تسوينها او شيء اساسيات، وهم فايت اللي هو قتال. وغير عن كذي حتى لازم اقرا كتب وافهم الفن هذا، الهيستوري مال الفن، كل حركه لها معنى. ممتاز. وبين كل، يعني بين الحزام البني واول حزام اسود سنه كامله لازم تدرس. سنة. الحين بين الرابع والخامس 5 سنين، يعني انا حتى ما اقدر اقدم اوراقي عشان اختبر، لازم انطر 5 سنين، وبعد 5 سنين اعطيهم اوراقي ان انا والله قاعده اتدرب وانا جاهزه. وعادي ما انجح. زين ليش 5 سنين يعني؟ يعني الخامس السبب. 5 سنين، السادس 6 سنين بعد بينهم. 6 سنين. اي صح. يعني واحد لين ما يوصل العاشر. حسبتها اعتقد راح يكون عمري 74 سنه اذا خذيت العاشر. ان شاء الله. والوعد بعد كم سنه؟ بعد العاشر. انطلاقه ونتكلم عن الليفل العاشر اللي وصلت له. ان شاء الله الله يكتب لنا عمر مع مشاهدينا. الرياضه هذه تحديدا بعض البنات يشوفونها قوه عنف مو مناسبه للبنات، وطبعا هو عكس هذا الشيء، لكن نبيك توضحين للمشاهدين وتحديدا للبنات انه بالعكس ما راح ياثر على انوثتهم نهائيا. والله وايد ناس لما يشوفوني يقولون انت مو شكلك انك لاعبه كاراتيه، كان اقول ليش في لاعبات كاراتيه لهم شكل معين وانا شكل معين. اصلا لما تاسست لعبه الكاراتيه ما حددوا ان هذه اللعبه حق الشباب ولا هذه اللعبه حق الرجال، بالعكس ايام قبل حتى السامورايز كان في سامورايز حريم، كان في لعبات كاراتيه حريم، بالجيش كان في وايد حريم. وغير عن كذي الناس يقولون ان لا تعب على جسم البنت ان تلعب كاراتيه، والله صراحه ما في شيء اصعب من الحمل والولاده والحمد لله. يعني حتى وانا حامل كنت اتمرن، كنت اتدرب وكنت فاتحه نادي طول البريجننسي مالي. يعني إذا بالنهاية الموضوع مو مرتبط بأن البنت ممكن تتأثر أنوثتها بالرياضة نهائيا، هذا الشيء مو صحيح. قاعد نشوف بالكويت وبرا الكويت بأنه فعلا هذا الشيء مو صحيح. نتكلم عن البطولات اللي شاركتي فيها الأخيرة، أبرز الإنجازات اللي شاركتي فيها. شاركت في أكثر من بطولة محلية وعالمية، بس آخر بطولة شاركت فيها 2014 بطولة آسيا، وخذيت فيها برونزية وذهبية. ما شاء الله. إي، وشاركت في بطولة اللي يسمونها بان أرب أولمبيك، وخذيت فضية وبرونزيتين، ومرة واحدة شاركت بطولة العالم ووصلت نهائي 16. ما شاء الله. بس وقفت 2014 والحين بس أدرب. انت طبعا وقفت لكن اتجهت إلى التدريب، والتدريب هذا وصلت لمرحلة الأكاديمية. صح. يعني عندك أكاديمية اليوم. أنا عندي أكاديمية، أنا اللي أسستها الأكاديمية. كلمينا عن هالأكاديمية هذه. فتحتها في 2013 لأنه أنا شفت أنه ما في نادي حق حريم كبار، يعني مثلا ما راح اقول كبار كبار بس يعني بعمري ما يبوني انا اروح مثلا نادي الفتاة او نادي سلوى الصباح، هم يبون لاعبات صغار اللي يقدرون ياسسوني ويطلعون بطولات برا. بس هذا مو معنى الكاراتيه، معنى الكاراتيه حق طول العمر، طول العمر تتدربون. صحيح. فانا اسست هذا، وايد ناس كانوا مقترحين اني انا افتح نادي وادرب، ففتحت هالنادي حق البنات الصغار والكبار والحريم الكبار، الكل يقدر يدش عندي. يعني اليوم فكرة الأكاديمية خلتك تلتقين بالبنات بأعمار مختلفة وشاركوا معك هاللعبة. وهم هذا فتح باب، أنا الحين صرت أول حكمة بالخليج، أول حكمة يعني فيميل قصدي. حلو، يعني أنت الحين صرت هم تحكمين لهذه الرياضة. بالنسبة للأكاديمية ردة فعل البنات اللي هم ما راح نقول كبار بس يعني مقارنة بالمراحل السنية يعتبرون الأكبر في الممارسة لهذه الرياضة تحديدا، شنو ردة فعلهم؟ تشوفينهم متحمسين ولا يعني عندهم لا وايد صعب أن أنا أكون وايد زين بهذه الرياضة؟ لا بالعكس، انا اشوف يمكن
ايام قبل البنات ما كان في انترست لهذا الشيء، اعتقد ان الكويتيات يشوفون ان كل شيء عندهم سهل، وانا ما في هذا الشيء عيب، هذا مو عيب، بالعكس احنا تربينا بهالطريقه. بس الحين هذه الثقافه قامت تتغير، والبنات انت قاعده تشوفهم قاموا يطلعون فتنس، وبنات اليوغا وبنات التايكوندو ما شاء الله عليهم. هذا شيء ترى وايد زين ممتاز، يعني هذا شيء وايد ممتاز ان البنات وصلوا مرحله من الثقافه والوعي بانه يدشون في مجالات مختلفه. بالضبط. وبس عشان ابي اقول هالكلمه، ان البنات الكويت لما يشاركون ببطولات برا ترى ما يشاركون وما يردون بشيء، لا يردون مراكز وبطولات وميداليات، وابي اكون يعني وايد متفخره فيهم. اكيد، واحنا اكيد فخورين فيكم دائما. مشكور. يعني من لاعبه الى مدربه وحكمه، شنو خطط المستقبل؟ المستقبل ابي النادي يكبر زياده، وابي افتح كلاس حق الاطفال، يعني ميكس شباب وبنات، لان انا قبل اساسا كنت ادرب كيدز، وايد حبيت الكلاس الياهال، وايد احب الاطفال. فان شاء الله الستيب اللي بعد الحين كلاس الحريم موجود، ابي افتح كلاس اطفال، وهم شهر 11 ان شاء الله راح اخذ شهاده يوغا، وابي افتح كلاس يوغا بعد. حلو، ممتاز. يعني ان شاء الله عسى الله يوفقك في الخطط المستقبليه وتوصلين لمراحل متقدمه بهذا المجال. اكيد الكابتن منير سالمين، كل الشكر على تواجدك. مشاهدينا مستمرين معاكم ومع ضيوفنا، لكن بعد هذا الفاصل.